شخص بيحكي قصته ويقول إنه لقى عروسته حامل يوم فرح، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة له، لكنه أخفى الأمر عن أهله وأهلها، قرر إنه يستر عليها وما يعملش زي باقي الناس ما بتعمل إنه يفضحها والكلام ده. عمل كده واحتسب أجره عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكنه قرر إنه ما يلمسهاش خالص، وما كانش بيعتبرها زوجته أصلا، وما كانش بيخليها تقابل حد علشان ما حدش يعرف إنها حامل، لحد ما أيام الولادة وجاب لها ممرضة ولدتها في البيت وخد الطفل. وكان بالليل الساعة 2 أو 3 الفجر، وراح قدام باب مسجد وساب الطفل ومشي بعدها، ونزل بعد كده بعدها بساعة علشان يصلي الفجر، وفجأة شاف اللي ما توقعهوش أبدا. عمل إيه؟ تعالوا نكمل القصة. شاف الناس ملمومة حوالين الطفل قدام باب المسجد، قال بصوت عالي قدام الناس: أنا هاخد الطفل وأتبناه وهربيه وأجري عند ربنا سبحانه وتعالى، كل ده علشان محدش يكتشف إن المرأة كانت حامل. الناس وافقت على كلامه، وكله دعاله إن ربنا هيكرمه ويوفقه بسبب إنه هيربي الطفل ده، والناس كلها شهدت على اللي حصل ده، وأخذ الطفل ووداه لأمه مرة تانية. بعد كده أحضر مأذون علشان يكتب له على زوجته من جديد، وكأنه لسه هيتجوزها، وإن هي هتتبنى الطفل، وبعد ذلك الطفل أصبح له إخوة وأخوات من هذا الرجل. في يوم من الأيام إمام المسجد راح للشاب ده وقال له: عايز أتكلم معاك في موضوع ضروري، علشان أنا كل يوم بشوفك في منامي وبشوف إن أنت من أهل الجنة، بالرغم إنك ما تختلفش كتير عن الشباب اللي بيصلوا في المسجد، فعايز أعرف إيه قصتك بالظبط علشان أعرف وأفهم إيه اللي عملته عشان تنال هذه المكانة، وإن أشوفك كل يوم في منامي وإنت في الجنة. وفضل إمام المسجد يلح على الشاب عشان يحكي له قصته، والشاب مش راضي لحد ما أقسم عليه إنه مش هيقول لبشر. وفعلا الشاب روى القصة كاملة، والشيخ أقسم وقال: والله لن أخبر أحد عن الأمر، ولا عنك ولا على زوجتك، ولكني سوف أروي القصة للناس حتى يتعلم الناس منك ما لا يعرفونه، وعشان تستفيد منك الناس ولك الأجر والثواب. لو عجبتكم القصة اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل القصص والحكايات.